احنا برضو عاملين لحضراتكم يعني مفاجأة، برضو مصورين جزء من طب او لقطات يعني خلينا نتكلم عنها دي. دي لقطات من مباراة مباشرة، لقطات مباشرة من تدريب النادي الاهلي في المغرب. يمكن مروة هتتبسط جدا من اللقطات طبعًا دي. طبعا اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي طبعا لقطات حية ومباشرة من ملعب تدريب النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين. يعني هتشوفوا بقى طبعا عمرو السولية من البنين رقم 9 ده مروان. مع الكاميرا هتفتح بقى وهتجيب لنا كل اللاعبين. محمد شريف نفتح بوالي اهو عشان هم كانوا بيقولوا عليا بشبه بوالي يعني. ان شاء الله بوالي يا ربنا. بس زي ما في بوالي قمر كده ده انا قمر ان شاء الله. وده مروان محسن مدينا ظهره وجنبه نتفد وكهربا. يعني واضح التركيز شويه يا جماعه ولا انا يعني واضح التركيز طبعا. وشناوي طبعا قدام اهو وقفشه اهو العملاق بتاعنا قفشه حبيبنا طبعا قفشه ملك القاضي ده اصلا. طب سيد حفيظ ورا هناك طبعا رايح جاي في الملعب كالعاده بحسام الشحات علي معلول. يعني جايب لكم طبعا لقطات حصري بواليا. بواليا ركزوا على ركزوا على بواليا بس يا جماعه مهم يعني جدا يعني. يعني مروه عايزه بواليا بس يبقى هو في اثنين بواليا واحد على الكاميرا واحد في الاستوديو يعني. لا بس لا انت زي القمر يا مروه مش كده انت زي القمر طبعا كل بجد بامانه يعني ربنا يخليك. وخلي بالك جمال جمال الروح دائما ابدا دائما مش ربنا مش, مش, مش 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 بحاجه ثانيه. وزي ما حضراتكم شايفين طبعا بس بيتهيألي يعني ان شاء الله يعني واضح التركيز يا رب ربنا يكرمنا يا رب ان شاء الله في المباراه السبت ويبقى اللعيبه كلها يعني في حاله جيده يعني تبقى يعني امور احسن وتبقى طبعا جيده. طبعا بتهيألي ارضيه الملعب مش قد كده بس حلو يعني ملعب تدريب اصلا يلا تدريب يعني يا ملعب تدريب ملعب تدريب يعني الدنيا تمشي برده وكل حاجه. وطبعا بتهيألي ده ورم اب وستريتشات طبعا لسه طبعا وتبقى تمرينه فك كده بس بكره ان شاء الله هيبقى التدريب الرئيسي بقى. حضراتكم تبقى عارفين بكره هيكون ان شاء الله التدريب الرئيسي على ملعب المباراه. يمكن دي زي ما حضراتكم شايفين استرتشات وورم اب هيبقى التدريب الاساسي طبعا الجمعه اكيد قبل المباراه وبكره الخميس اكيد برضه هيكون في تمرين على ارض الملعب اكيد يعني طبعا. واكيد هنجيب لحضراتكم كل الكواليس طبعا بتبقى حصري على قناه نادي.